إكسبريس إف إم تزيد في القيمة. اليوم وقع الانتهاء نهائيا من اعداد مشروع الدستور الذي اصبح جاهزا لاعطائه للجان التاسيسيه حسب النظام الداخلي. اللجان التاسيسيه لها فقط ابداء الراي ابداء الملاحظات في تقرير دون المساس بالمضامين، لان المشروع اصبح نهائيا سيقع ايداعه في مكتب الضبط، ارسال نسخه الى رئاسه الجمهوريه، نسخه الى رئاسه الحكومه، وانتظار اجل 15 يوما قبل عرضه على الجلسه العامه لمناقشه نقاشا عاما ثم لبدء المناقشه فصلا. كثير الجدل أثير اليوم حول هذا المشروع، حول أعمال هيئة التنسيق والصياغة، وأراد بعض أطراف تعليق أعمال الهيئة انتظارا لفرص الحوار الوطني. أطراف أخرى مثل حركة وفاء رفضت مثل هذا التمشي باعتبار وأننا نرى في الحوار الوطني خلق هيكل موازي للمجلس الوطني التأسيسي يقع اتخاذ القرارات داخله ليقتصر دور المجلس على المصادقة وعلى الختم فقط. اليوم بقطع نظر على كل هذا التجاذب وبقطع نظر على التهديد البعض حتى بالذهاب إلى المحكمة الإدارية، نقول أن مشروع الدستور أصبح جاهزا وأن بقية الإجراءات القانونية سيقع احترامها كما ذكرتها تباعا، وسننطلق قريبا إن شاء الله في مناقشته في الجلسة العامة. وقتاش بالضبط لن يتجاوز ذلك أجل 20 يوم من انطلاقا من اليوم.